بيكم. النهارده معاكم ساره حسين مدربه الايروبكس. النهارده هنعمل حاجات سهله قوي ممكن نعملها كمان في اوضه النوم على في الريسبشن. فهنستخدم البورد. البورد دي نقدر نعوضها بايه؟ نقدر نعوضها بالسرير، بالكنبه، بكرسي. هنستخدم كرسي او كنبه او شازلونج او السرير بتاعنا ان احنا نتمرن عليه. كل عضلات جسمنا كارديو، يعني عضله القلب، تونينج يعني هنقوي عضلاتنا، توافق عضلي عصبي، وفي نفس الوقت كوردينيشن ان انا اشغل ايدي او توافق عضلي عصبي اللي هو كوردينيشن ايدي ورجلي يشتغلوا في نفس الوقت. يلا بينا نبتدي. هنبتدي الاول بالتسخين. التسخين بتاعنا ان احنا بنسخن صوابع رجلينا الاول، بنمشي في المكان، بنسرع رجلينا ونجري في المكان. ايدي بحركها معايا، كتفي بحركه معايا، ستريتش لعضلات الكتف مع رجلي شغاله، ايدي لقدام، الايد الثانيه، عضلات الصدر وعضلات الظهر. تاني لازم ناخد وقت التسخين بتاعنا ما يقلش عن 10 دقايق، يعني كل التمارين اللي عملتها دي بس عشان وقت الحلقه لازم نعملها 10 عدات 3 مرات علشان ياخد معانا وقت ان احنا ضربات القلب تعلى توصل للمستوى بتاع الورك اوت او التمرين. هنبتدي باول حاجه تمرين البوش اب الضغط. السرير بتاعي اهو، الكنبه بتاعتي، كرسي، اي حاجه عندي فلات اقدر ان انا استخدمها ان انا اسند عليها. ايدي هنا بوسع كتفي، جسمي مفرود، شد عضلات بطني، الجاذبيه كمان بتلعب معايا دور. انا هنزل هنا كوع 90 واطلع تاني، هنزل كوع 90 واطلع تاني. طب انا مش قادر اشيل جسمي، وزني تقيل، ممكن اسند على ركبي وانزل 90 واطلع تاني. انا كده سندت على ركبي وطلعت على السرير او الكنبه او الكرسي بتاعي وفردت ايدي. ده اول تمرين. تاني تمرين تمرين البربري. هجيب ركبي عليا هنا وافردها تاني، افرد جسمي، اجيب ركبي عليا وافردها تاني. مش قادره اعمل ده، هجيب رجل ورجل، رجل ورجل، رجل ورجل. المهم ابقى مدوره عضلات ظهري وعضلات بطني عامله انقباض وبفرد تاني. المهم ان جسمي يكون موازي للارض. كل ما جسمي كان موازي للارض عضلات بطني بتقاوم الجاذبيه فبتشتغل. يبقى انا مشغله عضلات دراعاتي، عضلات الصدر، عضلات الظهر، وعضلات البطن والرجلين في نفس الوقت. هنعمل البربري 10 عدات. ثالث تمرين معانا النهارده هو تمرين للرجلين. هسند برجلي على الكنبه بتاعتي او الكرسي بتاعي او السرير بوش رجلي، وهبتدي انزل بركبي اللي ورا واطلع تاني. هنزل واطلع. التوازن عندي مش مظبوط، هسند على حاجه بس مش هحط وزني عليها. يعني مش هسند وارمي جسمي عليها، بس احاول احافظ على التوازن علشان ننمي عنصر التوازن عندنا. هنزل كده عضلات رجليا شغاله، هقعد على الكنبه بتاعتي او الكرسي بتاعي اللي احنا هنستخدمها وهمسك فيها وهبتدي اشيل رجلي من على الارض واحطها تاني. شيل رجلي واحطها تاني. ده لعضلات البطن. ماسكه هنا، بحاول اقرب ركبي عليا وافردها تاني وانزلها على الارض. هنصعبه ان احنا مش هنحاول نلمس الارض وهنزق برجلينا وبكعبنا لقدام. اخر تمرين معانا لعضلات الدراعات. همسك في الكرسي بتاعي او الكنبه ورجلي هنا زاويه رجلي 90 درجه، ايدي مقفوله يدوب ورايا، وهنزل بكوعي واطلع. هنزل بكوعي اتني دراعاتي واطلع. دي لعضلات الترايسبس او الدراعات الخلفيه من 10 ل 15 عده كل تمرين. هاخدهم معاكم مره كمان. اول تمرين تمرين الضغط او على ركبي، كوعي يكون 90 درجه. تاني تمرين البيربلي، وبفرد ورا. السهل بتاعه ان انا اجيب ركبه وركبه وركبه وركبه. تالت تمرين معانا تمرين اللونج، ان انا هاخد احط وش رجلي على الكنبه او الكرسي بتاعي واحاول انزل. زاويه رجلي هنا 90 والزاويه اللي ورا برده 90. هنزل وهطلع 10 يمين و10 شمال 3 مرات.
التمرين اللي بعده تمرين عضلات البطن، هطلع والمس الارض، هنصعبه ان احنا هنزق لقدام من غير ما المس الارض. اخر تمرين معانا هو تمرين الدرعات، رجلي هنا 90 درجة وظهري مفرود، هاتني كوعي وافرده تاني، هاتني كوعي وافرده تاني. كده احنا شغلنا كل عضلات جسمنا، ظهر، بطن، دراعات، صدر، رجلين، وعضلة القلب كمان، وعملنا توافق وعملنا توازن على حاجة بسيطة في البيت نقدر نستخدمها. اشوفكم الحلقة الجاية.